مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اتكاء. برنامج اتكاء هذا البرنامج الذي يستهدف العديد من الموضوعات واللي بنطوف من خلاله على عدد من المجالات وعدد من الأوساط الثقافية والتراثية والفنية والإبداعية في كل مناحي الحياة الإنسانية اللي احنا بنستمتع بالتعايش معها وبالتواجد فيها. وأكيد اتكاء بيجيكم في حلة زاهية جدا وبشكل مميز جدا من قناة النصر 24. سعيدين جدا في هذه الحلقة أن نلتقيكم. تحياتنا لكل الناس اللي بتابعونا وما كانوا على امتداد بث هذه البلورة الأنيقة دائما أبدا النصر 24. في اتكاء لهذا اليوم وفي اتكاءتنا في هذه الحلقة، نحن في حضرة الغناء الأصيل والجميل والتراثي والمبدع والحماسي وكل هذه التفاصيل اللي بنستمتع بها في أفراحنا وفي ملماتنا وفي اجتماعياتنا وفي كل مناسباتنا السعيدة. وأكيد في فنانين كتار جدا بينشروا لنا وبينثروا علينا الأغنيات الجميلة دي. نحن الليلة في حضرة واحد من الشباب المبدعين جدا، فنان شاب مبدع تماما، يغني بالتراث ويغني بالحداثة ويغني بكل الإبداعات اللي بنستمتع بها إحنا. حيدر محمد يعقوب، خلينا نقول حيدر وتفه كما يحلو له ويحلو لكثير جدا من معجبينه. حيدر مرحب بك وسعيدين بك في قناة النصر 24. مرحب بك محمد، وأنا سعيد جدا أني أكون في قناة النصر 24. شكرا لكم للغاء الجميل، ودائما قاعدين تنصرونا بحاجات جميلة، فهذه بتكون يعني حاجة جميلة بالنسبة لي أنا لك كفنان، ولأول مرة أنه أسجل اللغاء تلفزيوني مباشر، ف سانكيو زي ما بقولوا. مرحبا بك حيدر، والله سعيدين بك. وكل الناس اللي بيشوفوك الان بيكونوا يعني بيبدوا الشافك في فيديو كليبات او في اغنيات او في حفلات، بيبدا يذكر يا سلام ياخذ الفنان اللي كان لقيناه او غنى لنا في الحته الفلانيه. والزول اللي بيسمع بالاسم وسامع اغنياتك بيكون الليله يعني خلينا نقول سعيد بشوفتك زي ما احنا سعيدين بشوفتك معنا في اتكاء. حيدر، كده بداية ادينا بطاقة تعريفية بسيطة لك ولكل الناس اللي بيشوفوك، من هو حيدر محمد يعقوب؟ نعم، في البداية الفنية اللي هي انا حيدر محمد يعقوب، ما كان انه حيدر وتفا، اللي هي سميت نفسي على امي فاطمة بحرف الاول اللي هي فا. فا يا سلام، دي يعني فا ده هو اسم الفاطمة، اسم الفاطمة هاي. فسميت نفسي على هذا وبديت المسيرة الفنية. بقى اسم الشهرة. بقى اسم الشهرة زي ما بقول. نعم. فحسي زول لما يقول لك حيدر محمد يعقوب ما في زول لازم يعرف، سواء كان أصدقاء الطفولة أو مع بعد الطفولة. فبدايتي الفنية كانت يعني قصة كده، من دون ما إنه أنا أشهر أبقى فنان. يعني أنا ما زي ما بقولوا في هوبنس بتاعي، أنا ما أخذت إنه أنا أكون فنان يعني. فالتقيت بشباب في جامعة السودان وكده مع المنتديات يعني بديت المسيرة الفنية دي بعد الجامعة أو في أثناء الجامعة، يعني بالاهتمام مع المجال الفني كده. نعم. في الجامعة، في بداية الجامعة من سنة أولى. وبعد ذاك مشيت زي ما بيقولوا في درب المزيكا درب المزيكا. نعم. فعلى فترة الجامعة الزول يلقاني هو الفنان حيدر، أنا بكون يعني بخد في نفسي إنه أنا ما فنان، من المفترض أنت تقول لي حيدر عادي إيزي جدا يعني. بقول له this is not my hopeness، يعني ما تمنيات بتاعي أنا أكون فنان. ما بدي زعلك، أنت ساعتك حسي لو قلت لي يا فنان حيدر ما مقتنع إنه أنا فنان. أكيد فنان ما شاء الله، ولك عديد الأغنيات الخاصة والأغنيات الجميلة اللي أي زول بيعرفك أكيد بيكون استمتع بها. صح. ونحن إن شاء الله في حلقتنا دي حنستمتع بعدد من الأغنيات. وقلت إنه بديت الغنى من أولى جامعة. الشداق لي ناحية الغنى شنو؟ وبتسمع لمنو من الفنانين كنت إذا كان على مستوى التراث وأنت مهتم بالغنى التراثي أيضا، أو على مستوى العموم يعني في السودان؟ والله قبل ما انه انا ابدا في مجال بتاع التراث كنت بستمع لمحمود عبد العزيز الله يرحمه، الرحمه والمغفره. اي كنت بسمع له في المنتديات بغني وكذا، لكن فجاه لقيت نفسي انه في الغنى الحديث يعني ما ساير زي ما انه انا
أهو التراث يعني، يا سلام. لأنه اللونية بتاعتي شكليا كده يكون يعني زول من خارج السودان، اللي هي سواء كان من كردفان أو من دارفور أو ما بعد دارفور، نعم. يكون يعني لما أغني بالتراث أنا بلقى مكان أكتر ما إنه أنا أغني بيكون بكون في بيكون حديث. في اختلاف وفي تنوع، لأنه الناس هنا أيوة أيوة نعم فاقدة النوع ده من الموسيقى صح ومن حقيقة، الرقصات حتى ومن الغنى يعني، ولا عشان كده أنا اخترت اللونية التراثية عشان في تكون متفرد أيوة، متميز عن غيرك. لأنه عندنا شعار في مجموعتنا كل القبائل إحساس أنت الوطن كلك، يا سلام، فمن هذا المبدأ أنا اخترت التراث عشان يبقى الوطن كله. يا سلام. وأول غنيت عامي أو يعني قومي ولا تراثي؟ خنيت هنا قومي، هنا السوداني العادي، يا سلام. أغنيات بأغاني حديثة وكده، وبعد ذاك انتقلت للتراث. تمام. طيب عشان احنا قبل ما نتكلم كثير وقبل ما نعرف يعني تفاصيل كثيره في حياه حيدر محمود عقوب، ضيفنا الليله في اتكاء من قناه النصر 24، عايزين نعرف الناس اللي بيشوفونا الان عن حيدر محمود يعقوب فنيا وغنائيا، وحنهديهم واحده من اعمالك الغنائيه اللي ممكن نستمتع بها ان شاء الله في حلقتنا دي. حتورينا شنو نشوف شنو كل الناس اللي معانا ان شاء الله. حوريكم اول عمل بالنسبة لي أنا كده، عمل تراثي يعني كتبتها مع بعض، مع إنه حسيت إنه في حروبات تمت في دارفور وفي أشد السودان يعني تشرد وحروبات وكده، فأنا كنت في تفكيري كنت جاي على الجامعة راكب بس الوالي وماشي على الجامعة، ففي مقعد شكرا طبعا دائما الأفكار بتيجي فكنت قاعد في مقعد شكرا وأخذت سماعتي و أغني كده وارتدت في بعض الأغنيات، ففجأة لقيت نفسي إنه من المفترض أنا أغني أغنية بلسان أمي وكده، أغنية بعنوان شبابي جوابك يدي ودي هوري جوابك يدي طيب يا رشيدي، ده يعني إنه يا شباب قوموا رحكم نمشي وادي هور نبني بيوتاتنا ونبني فرقاننا، يعني يا سلام حيا للفلاح. دعوة للمحبة وللتسامح وللجمال وللغناء والإبداع بصوت حيدر محمد يعقوب، كلمات وألحان وأداء خلينا نستمتع بها. هذه الأغنية التراثية الأنيقة، ونتمنى إنه إن شاء الله نغني أكثر وأكثر في هذه الحلقة. كونوا معنا. Aperi burga gwebe kediya, berza tele do gwebe kediya. Kidai kidau gwebe kediya, mama tele gwebe kediya. Allah shababi gwebe kediya, wadi hawari gwebe taya, taye gliar sidiya. Shababi gwebe kediya, darri darri gwebe taya, taye gliar sidiya. Yeah.
جدا وإيقاع راقص جدا وحنين يعني حتى في حنية بتخلي الزول يتمايل معاه ويسرح بعيد يعني. وكلمتنا عن مضمون ال خلينا نقول الأغنية يعني إنها دعوة للعودة أولا الطوعية للبلد وللمواقع والمناطق اللي الناس تهجرت منها, ونتمنى إن شاء الله يعم السلام إن شاء الله المنطقة كلها والعالم كله إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى. العمل ده كان أول عمل لك ولا ده كان شنو في مسيرتك؟ ده كان أول عمل لي بالنسبة في المسيرة الفنية المجال التراثي في التراثي بالأخص. أي في الأخص يعني في المغنيات التراثية دي أول أغنية خاصة بك؟ أيوة نعم. قبلها كان في حاجات قبلها ما تراثية يعني؟ كان في حاجات ما تراثية وحاجات جميلة. كم من الأغنيات كذا يعني كان قبلها؟ يعني قبلها أنا سجلتها يعني تقدر تقول حكاية 4 أغنيات حديثة, وما بعد ذلك أنا ما لقيت نفسي فيهن فانتقلت على التراث. الأغنيات بتاعتك عموما يعني إذا كان ديك وحتى الحسي سمعناها وشفناها وبعدها من الأغنيات بتتعاون مع ناس بيكتبوا لك بيلحنوا لك ولا أنت بتعمل حاجات دي؟ في الغنى الحديث بالأخص يعني أنا بياخد الفكرة اللي هي السيناريو بتاعت زي المسرح, باخد السيناريو أو أنا لقيت somebody يعني في حالة خطرة أنا بأخذ السيناريو وبمشي بحكي له الموضوع. يا أخي الموضوع ده أعمل كده كده كده, داير لي كلمات عن الموضوع كده 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 كده, فهو بيقوم بكتب لي وأنا بقدر الإمكان بلحن وبغني الأغنية. يعني بتطلب الموضوع طلب وبعد ذاك أيوة بتفسر عليك. نعم حسب رؤيتك. نعم يعني أيوة. منو من الناس اللي يعمل معك الحاجة دي؟ زميلي عبد الله الطيب. يا سلام الفنان أيوة. الشاب عوض الطيب سلطان نقول عوض الطيب له من التحيات من قناة النصر, وإن شاء الله كمان يكون برضو ضيف عزيز علينا, رجل ملحن بارع جدا وفنان جميل. حيدر, ويعني أنت بديت المسيرة بعد الفنية وأنت طالب في الجامعة وبتشتغل داخل الجامعة وخارج الجامعة بل وحتى خارج الخرطوم أحيانا يعني. نعم يعني طرحت نفسك خلاص كفنان وبقى في عدادات وفي جروش كده
الجو ده كان كيف يعني احساسك وانت طالب وانت فنان وانت كده كان كيف عندك وحتى تأثير على الدراسه كان كيف؟ والله كان في تأثير على الدراسه لكن ما يعني ما زي ذاك، ما بتقدر تقول انه يعني انه واحد يشيل مواد وهو يعني ما كنت قاعد تسقط يعني؟ لا لا، بس انا باخد يعني ممكن انا سافرت عده ولايات، بورسودان، كادوغلي، الدلنج، اللوبيت، دارفور، نيالا، الفاشر، في دارفور عموما سافرتها، وحتى برضو في خارج السودان، ساوث السودان وكامبالا يوغندا. يا سلام. فسافرت في مهرجانات بتاعي راس السنة، اشتغلت هناك، وسافرت برضو في الخريب كده لغاية التينا التشادية وما التينا السودانية، كان في تخريج بتاع إسعافات أولية. ده كله وأنت طالب في الجامعة؟ أنا ساعات كنت طالب في الجامعة. طيب إحنا هنجي نفصل الحياة دي كلها ونشوف يعني القبول. أول حاجة زي ما كلمتنا عن إنه داخل الجامعة الجمهور والطلاب والزملاء اللي كانوا يعني بيحضروا المنتديات دي كانوا بيستمتعوا بالغنى باعتبار إنه حاجة فريدة من نوعها وتكاد تكون جديدة داخل الجامعات وحتى في الخرطوم، يعني إنه زول يغني برطانة وبتراث وبإيقاعات وأكيد مصاحبة لها رقصات وحاجات معينة يعني. فالحاجة دي بالنسبة للغنى التراثي، بالنسبة للغنى الحديث يعني والعام وكده كان الوضع كيف يعني؟ برضو كان الناس برضو بتتفاعل معك بنفس الطريقة ولا بس باعتبار انه ديك تفاعل كان أكثر مما انه انا اغني الغنى الحديث؟ التراثي كان أكثر من الحديث. أي تمام. شنو من الأغنيات التراثية اللي ممكن تكون كنت بتغنيها بتتذكرها لين أيام الجامعة؟ اللي هي الأغنية المشهورة عند أهالينا الزغاوة، أغنية سنة سنة سلكية دافة سنة. يا سلام. سلكية. ممكن تدندل لنا بها حتة كده من المسكة؟ أوكي. بدون إيقاعات. مالك؟ بدون إيقاعات. أوكي زهر. سنة سنة سلكية دافة سنة. سنة سنة سلكية دافة سنة. ننجا سلكي يدا وسنا سنة سنة سلكي يدا وسنا أدي عباري سلكي يدا وسنا أدي عباري سلكي يدا وسنا حلال برغا سلكي يدا وسنا عنيال برغا سلكي يدا وسنا كده كدوي سلكي يدا وسنا ممالو تيلر سلكي يدا وسنا عنيال بري سلكي يدا وسنا أبالا برغا سلكي يدا بسنا أنينغا نينغا سلكي يدا بسنا سنة سنة سلكي يدا بسنا أبالي بري سلكي يدا بسنا أبالي بري سلكي يدا بسنا
يا سلام. الناس اللي بيشوفوا، في ناس يعني عارفين الأغنية وعارفين الترجمة بتاعتها زي ما بيقولوا، لكن في ناس بيحتاجوا لترجمة أسفل الشاشة. خليني ولينا الموضوع بتاع الأغنية دي شنو مضمونها شنو. بعدين ما شاء الله هي من الأغنيات المنتشرة تماما وكثير جدا يعني، وأي زول بيسمعها وبيرقص بها، بل حتى في الحفلات العامة بقت موجودة يعني. صح حقيقة. مضمونها شنو الموضوع عشان نفهمها شنو؟ الأغنية دي هي أصلا زي ما يعني أغنية قديمة عند الحكام بتاعين الزغاوة كان بيغنوها. فالأغنية دي دخلت في 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 واحد من شباب الزغاوة اسمه الدابة. ده الدابة اسم زول اللي قاموا غنى له الأغنية ده في يوم عرسه. يعني النساوين قاموا يغنوا الدابة في الأغنية ده، يعني الدابة رسي لكي بمعنى زيدوا لي الدابة العريس ده. يا سلام. هاي سكر شوال لي سلكي، يعني زيد لي ادي ابا سكر شوال حلوى كرتونه. يا سلام. بدو باخه اللي هي باخه زيت، يعني حاجات بتاعت الشيله. يا سلام. زيد له. يا سلام. يعني تم الاغنيه خناله لادي ابا. يا سلام. هي اغنيه تراثيه قديمه ولا حاجه؟ تراثيه قديمه. معاصر. تراثيه قديمه هاي، لكن تم انتاجها بالموسيقى الحديثه. الحديثه. جت السودان كلها بتحبها. نعم، وكل زول اكيد يعني بيسمع الاغنيه دي بيستمتع بها وبيكون عنده معاه ذاكره في واحده من الحفلات او الامسيات يعني. صح. طيب لو كلمتنا بعد ذاك يا حيدر عن رحلاتك دي، اول سفريه لك كفنان من داخل الجامعه هنا لاي من المدن، يعني اول سفريه كانت لوين من المدن في السودان، وكان البرنامج شنو يعني؟ والله انا طبعا مرقت كده، أكثر ناس ما شجعوني ووقفوا معي اللي هم الطلبة بتاعين طلاب وادي حور عموما، ناس الرابطة يعني عموما تجمع روابط وادي حور. فأنا بحييهم من هنا تحية حارة كده، لأنه هم اللي مرقوني على الساحة الفنية، فأنا بشكرهم وبقدرهم في كل ربوع الجامعات السودانية في السودان عموما. وأيضا التجمعات في أبناء الزغاوة في 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 دول الشقيقة جنوب السوداني وغندا، سواء كان في تشاد، يعني بشكرهم كلهم. مجمل الشكر يا أخ، كونه يعني أتاحوا مساحات من برامجهم لحيدر محمد يعقوب، حيدر وتف الفنان الجميل، وأسهموا في إنه يقدموك يعني في مناسباتهم الخاصة، وبعد ده خلاص بقيت نجم الرابطة ونجم المنطقة وكذا. طيب طلعت مشيت وين من الخرطوم، غنيت وين؟ الخرطوم كان على الرابطة ولا غيره؟ نعم، عبر الروابط اللي هي أنا مشيت الجزيرة، ده أول خطوة كانت. أول سفرية لي كان خارج الخرطوم، الجزيرة. الجزيرة. ولاية الجزيرة بقلب السودان. أي. مدينة مددني ولا غيرها؟ جامعة الجزيرة. جامعة الجزيرة. أيوه. داخل المدينة. داخل المدينة. فبعد ذلك بر السودان، بحر الأحمر. بحر الأحمر. جامعة بحر الأحمر. برضه في تخريج يعني حتى طلاب. السفريات معظمها كانت تبع الجامعات يعني. اي تبع الجامعات. داخل الروابط بتاعت وادي هور. مع بعض. لما يكونوا موجودين في الجامعات. ايوه مع بعض. اني انا اشتغل في الجامعه، فجاه الزول بيلقى الستايل بتاع الغنى التراثي وقالوه جميل، فبيتصل عليني مره ثانيه انه انا اعمل عوده له. اي لمناسبه خاصه. فدي بقت معي كثيره. تمام، ده كلام طيب. اي. وخارج الـ 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 السودان يعني. خارج السودان أول سفرية كانت وين؟ خارج السودان أول سفرية لجنوب السودان. لجنوب السودان. هنجي نقف في سفرية جنوب السودان ونشوف موضوعه وفهمها كان شنو. لكن كمان برضو عايزين نهدي كل الناس اللي بيتابعونا، واحدة من الأغنيات الجميلة أيضا من توقيع حيدر وتفا، نشوف حيهدينا شنو. حيدر حتهدينا معنا شنو؟ حهديكم أغنية من كلمات الشاعر آدم النجر من أبناء مدينة نيالة، أيضا الألحان من آدم النجر، وتنفيذ موسيقي حيدر الشخص الضيف. أغنية أرح نزور نيالة. أرح نزور نيالة لدعوة لمدينة نيالة، سفرية صغيرة جدا قصيرة، ونجي عبر هذه الأغنية المنهورة بتوقيع آدم النجر وحيدر وتفا.
نزرني على بلد الجمال والحور، نزرني على بلد الجمال والحور، السمحة بخضارة زينة عروس درفور، بجمالها زينة عروس درفور. نزرني على بلد الجمال بلد الكرم والجود الضوية وجهك نور، بلد الكرم والجود الضوية وجهك نور، ما بقلت يوم للضيف الجاي لك يزور. زرني على بلد الجمال والحور، زرني على بلد الجمال والحور، سمحة بخضارة زينة عروس درفور، زينة عروس درفور. فيك الفنون الحب القلب يشحت ليه، فيك الفنون الحب القلب يشحت ليه، جراري وبقى الزونقار في وادي. رح نزرني على بلد الجمال والحور، رح نزرني على بلد الجمال والحور، سمحة بالصدارة زينة عروس درفور، بجمالها زينة عروس درفور. يا بلدي الغالية أصلي بفخر بيه، يعني يا لا يا الغالية أنا أصلي بفخر بيه، بجمالك الفتان الوادي بين يديه. رح نزرني على بلد الجمال والحور، زرني على بلد الجمال والحور، زينة عروس درفور، زينة عروس درفور. بلد الجمال رح نزرني على بلد الجمال، السمحة بخضارة زينة عروس، يا لب جمالا زينة عروس، حي الوادي بجمالا زينة عروس، إكساس بجمالا زينة عروس، حي المطار بخضارة زينة عروس، شم النسيم بجمالا زينة عروس، الكمد بجمالا زينة عروس، رب الخيل بجمالا أكيد طبعا. حيدر، وأنت ودنيالة يعني تربيت في نيالة وتولدت في نيالة وعشت في نيالة، وأكيد ارتباطك بها بيكون مختلف يعني. صح. الأغنية دي طلبتها من آدم إنه يعني يكتب لك حاجة لنيالة ولا تلاقيه عنده؟ أنا طلبتها منه، هو فصلها لك يعني، لأنه أنا نعم اتولدت في نيالة وغنيت لي جبال النوبة اللي هي تعالوا نمشي جبال النوبة، رح نزور جبال النوبة،
وكده غنيت لي جبال، انه فجاه تذكرت انه انا مولود في مدينه نياله، وليه ما اغني ما لي غنيت نياله؟ نياله. عارف، فقمت طلبت منه الاغنيه دي، كتبها لي وتم تنفيذها في استديوهات بأم درمان، استديوهات وحبه، وتم تصويرها ايضا في نياله البحر، التصوير في فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. البحر. تمام. ولو كلمتنا يعني عن نياله والغنى في نياله والموسيقى في نياله، بما انك انت بديت الموضوع بتاع المزيكا ده هنا في الخرطوم، لكن اكيد هناك عندك ناس برضو بتسمع عليهم او بتعرفهم موجودين كفنانين في المدينه، يعني في من وين الموجودين في نياله ممكن يكونوا بيعملوا؟ والله في زمن الطفوله طبعا ما اظن هتذكر لك، لكن كان اذا كان يعني هسي كده هسي كده هسي حاليا يعني في فنانين منهم سيد الوكاله ونجيب، و يعني فنانين ما شاء الله بتعرف، اسفين اورج. طيب اللي بغنوا بالتراث، في فنانين بغنوا بالتراث ولا؟ فنانين بغنوا بالتراث ما بعد ما نحن زهرنا حسيت يعني بزهر. بعدك انت حتى بدا الناس يغنوا بالتراث. أيوة نعم. من الجيل الشاب يعني. ايوه نعم. ما شاء الله بقيتوا قدوه للناس كلها. والله جميل. جميل حيدر. طيب قلت سفريه كانت لي ساوث السودان، جنوب السودان، ودي تعتبر اول سفريه يعني خارج لحدود السودان الجنوب يعني، وسفريه برضو كانت تبع الرابطه ولا كانت حفله خاصه ولا كان الموضوع شنو؟ طبعا الرابطه تجمع بتاعت ابناء وادي حور في جنوب السودان. في جنوب السودان البرنامج كان شنو عندهم شنو هناك؟ احتفال بخدوم راس السنه الجديده 2018. 2018 كان. نعم. في جوبا ولا وين؟ في جوبا. في جوبا. قعدت كم يوم في جوبا وكذا؟ وانت اول مره يعني تزور؟ انا سافرت يوم 29 قبل راس السنه هي 12، فقعدت في هوتيل هناك ندم، وبعد ذاك ما بعد الحفله قعدت تقريبا حكايه اسبوع. اسبوع. بعد ذاك ثاني تم دعوتي لدوله يوغندا. بعد ذاك يعني امتداد قلت لك زي ما بيقولوا خطوه كده لافريقيا يعني. نعم. بالبوابه الجنوبيه للسودان. والجنوب طبعا برضه بلد جميله جدا، وهي جميلة متاخمه جدا. ايضا يعني اللي دوله جنوب السودان متاخمه حدوديه مع ولايه جنوب دارفور. نعم. والطبيعه قريبه والتفاصيل قريبه، التفاصيل الاستوائيه، الموسيقى الافريقيه والموسيقى الموجوده في جنوب السودان اكيد سمعتها او لقيت حتى فنانين اذا كانوا موجودين هنا، رايك واحساسك عنها وانطباعك حتى للزياره للجنوب يعني؟ والله كانت يعني هي حكايه اسبوع انا قديتها، لكن اتمنيت انه اجد شهر لانه التغيت بفنانين بآلات جميلة يعني، آلات زي ما تقول أفريكانيزيوم وحاجات يعني، من المفترض نحن هنا كشباب قاعدين نغني للتراث نستخدم الآلات الإفريقية، الآلات اللي هي الآلات الجلدية والأوتار الجلدية، فكان هناك في جنوب السودان عندهم الآلات ده، وأنا بسيت منهم شباب كتار إنه قاعدين يستخدموا الحاجات الظريفة دي وباللغات اللي هي أهل جنوب السودان اللي الدين قاعدين يغنوا بيه يعني، فتحياتي لهم والله. والله تحياتنا يا أخي لكل أهلنا وأحبابنا في جنوبنا الحبيب جنوب السودان، وخلينا نقول يعني النصف الأجمل لهذا السودان، ونتمنى إنه إن شاء الله نزور كمان هذا الجنوب الحبيب مجددا ونغني لجنوب السودان، فنانين كتار جدا طبعا غنوا للجنوب والإنسان الجنوب يعني رحمة الله عليه، ومحمود عبد العزيز يعني أيضا من الفنانين الشباب اللي غنوا له، والنور الجيلاني من الفنانين اللي غنوا له، فرقة عقد الجلاد الغنائية، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين السودانيين ارتباطهم كان بالجنوب ارتباط كبير جدا ولا زال بالتأكيد، وكل الشعب السوداني في شماله وفي جنوبه ارتباطهم مع بعض ارتباط وثيق، وبيغنوا مع بعض وبيرقصوا على ذات الإيقاع. نتمنى ذاتها إن السودان تكون موحدة، ما في حاجة تفصل بيننا يعني شمالا جنوبا. نعم، وبالتأكيد الارتباط الثقافي والوجداني هو الأقوى والأمتن دائما يعني. حيدر مشيت الجنوب وكانت أول سفرية لك. نعم. وخارج السودان خلينا نقول، وبعد ذاك رجعت ثاني مواصل نشاطك الفني. الغنى بالنسبة لك يعني بتختاره على أي أساس؟
بتغني حسب طلبك انت بتقول لي شاعر او انت بتكتب في حاجه انت عايزها، ولا حسيت انه في حاجه سمحه جميله لقيتك بتختارها وتغنيها؟ لا دايما انا يعني ما قاعد انتظر انه الشاعر يجيب لي الحاجه، انا بحس الحاجه وبعدها بقول له اكتب لي الحاجه. ف ياما انا مع زميلي اسمه محمد عايش في الجامعه، اتمنى له التوفيق من هنا. فكان كنا قاعدين في الجامعه في البنش، فجات ابره انثى جميله كده سمراء اللون، يعني يا اخي قلت له يا محمد يا اخي البنت من المفترض ان احنا نكتب فيها كلام جميل، يعني لانه هي يعني شاذ من ملهمه تمام، شاذ من البنات، هي زوله طبيعيه وعفيفه يعني تقدر تقول، ف مميزه خلينا نقول أيوه أيوه مميزه جدا. نعم. نعم. فمحمد قال لي خلاص بس دقيقه جيب لي جبنه، فجاب جبنه وقعدنا كده وقام كتب الكلام ان الانثى كانت بتقول بنيه سودانيه، كانت يعني ساعه العصريات مع بعض الدوام والجامعه لقيت في العصريه بنيه حلوه نديه وحالات سودانيه. فكتب الكلام ده في قعدتنا على جبنة، أنا قمت لحنتها فتم خناعة وصورنا الفيديو كليب في 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 الدلنج. في الدلنج في جنوب كردفان. أي نعم. يعني من ما اتكتبت لحد ما اتغنت كانوا كده كملتوا كوباية الجبن ولا؟ لا شوفي كم دقيقة. الله يمكن تقول كملنا كوباية الجبن. يعني 17 دقيقة كده الأغنية كانت كتبت وتلحنت. أي لأنها كانت بسيطة بحكاية يعني ثلاثة كوبليهات. يا سلام. يعني طيب خلينا نسمع ونستمتع بواحدة من الأغنيات الجميلة جدا، بنية سودانية من كلمات الشاعر محمد وغناء حيدر ودفع الحان وغناء بالتأكيد، والأغنية اللي صور الفيديو كليب بتاعها في جنوب كردفان في مدينة الدلنج. طبي ولد لونه
سمحة مسؤولة سمارة كنزة في كون محافظة مع عليونا ما خيرت مضمونة سمارة كنزة في كون محافظة مع عليونا ما خيرت في لونة أجيت في العصرية نادية وحالات سودانية لقيت في العصرية من أي حلوة نادية وحالات كدافية بنية سودانية للفنان ضيفنا في اتكاء عبر النصر 24 اللي منورنا في حلقتنا لليوم حيدر ودفع. وحيدر والله يا أخي أغنية جميلة جدا وتحية لكل كنداكات السودان ولكل بنات السودان وحوى السودانية, يعني تستحق أن نغني فيها ونقول فيها الكثير يعني جدا. والمواقف في الجامعة طبعا كثيرة جدا يعني والطريفة, هسه زي الموقف أنه شفت يعني فتاة خلينا نقول جات ماشية وطالب جات ماشية كانت سبب في أغنية جميلة زي ما استمتعنا بها هسي, وورتنا كمان حتى السياحة في السودان عاملة كيف عبر جنوب كردفان ومدينة الدلنج وكذا. فالمواقف الطريفة كذا في موضوع الغنى وخصوصا في الغنى بالتراث, يعني في ناس ممكن يكون يعجبهم الإيقاعات والنقارة والحاجات دي لكن بيكونوا مسطحين يعني ما فاهمين حاجة. المواقف الطريفة والسمحة في الحياة دي شنو؟ والله هي كثيرة في المنتديات بالأخص في داخل الجامعة, يعني تقدر تقول إنه واحد من اللي هي من الجزيرة مثلاً. لكن مثلاً كده من الجزيرة بحب إنه الحاجة اللي هي أنا قاعد أقولها أصلاً ما أفهمه لكن اللي غا عاجبه الموسيقى والإيقاعات عاجبه. أيوة. نعم. أنا قاعد أقول سنة سنة سلك هي لابسنا سنة, يعني في داخل الجامعة بقولوا داكو حيدر سنة سنة, يعني خلاص أي زول مشتحي إنه يجي يشاهد ويشوف الرقيز بتاعنا كيف, لأنه أنا في المسارح ساعد أغني يعني قاعد استعرض الرقيز بتاع أحلي. نعم. يعني خنا والرقيز بيكون في ناس معاك فرقة كده بترقص ولا؟ يعني sometimes كده مع من الشباب المهم بتناديهم كده يا تعالوا نعمل عرض كده للموضوع ده. أي في الحفلات الجماهيرية بالأخص. طيب يلا في ناس من يعني بيكونوا ما يعني ما من المنطقة وعايزين يجي يشاركوا يجي يرقصوا. أي يرقصوا. فبيرقصوا صح ولا بيشتروها يعني؟ رد تلقاهم فارقين زمن. عزل بكون اصلا جاري على الإيقاع لكن بكون فارق زمن يعني. لكن والله الإحساس جميل يعني. بفتكر نفسه هو بكون في سيرة ولا. مرات يعرض مثلا والله ينام فيه او يبشر فيه. والله حيدر يا اخي التحيه لهم والله كلهم يا اخي, واكيد احساس جميل بانه الناس متفاعله اولا مع الاغنيه ومع الايقاع, وده الفن الاصيل اللي بيقرب السودان, وده الثقافه وده التراث السوداني اللي كلنا بنحبه يعني في الشرق
بنرقص مع الهدندة والأدروبات، في الشمال بنرقص مع الطنبور وبنرقص مع الطار بين أهل الحلفاوي والدناقل، وكمان بنرقص مع الكرنج وبنرقص مع الوازا وبنرقص مع الكلش ومع المردوم وبنرقص مع الجرار وبنرقص مع كل هذه الإيقاعات. يا سلام، ودي السودان الجميل اللي بنتمناه يعني إن شاء الله. هذا من أحلام به وجديد يعني. إن شاء الله يا رب، الله ربنا يعني يوفقك في كل المجالات اللي أنت ماشي فيها يعني أكاديميا. الحمد لله أنت تخرجت من الجامعة مش كده؟ أي خرجت متين من الجامعة؟ خرجتها 2017. نعم. وسنتين ما بعد الجامعة مفروض تكون بعد ده أنت يعني قدرت تعمل أعمال كثيرة جدا وتلقى حريتك في الغناء وفي السفر وفي الشغل بتاع الفن ده يعني. صح حقيقة. حصل معك شنو بعد بعد الجامعة يعني؟ مشيت كيف في الغناء دون المزيكا دي؟ والله في مجال بتاعت المزيكا يعني الحمد لله إنه ما زي فترة بتاعت الجامعة إنه أنا أمشي أشتغل لتجمع رعب وادي حوره في الجامعات وكده. يعني بقيت إني بقيت أخذ فري تايم كثير إنه أعمل حفلات جماهيرية في أشط ربوع السودان يعني. جميل. في فاشر، جنينة، نيالة، الخرطوم، هنا حفلات جماهيرية كثيرة وأعمال. وقدرت إنه أمشي على مركز سعر أبو مدرمان تواصل فيه أزف البيانو كده يعني. جميل جميل. الأعمال اللي أنتجتها إلى الآن أو يعني طلعتها كده وبقت مسموعة ومنتشرة، كم من الأعمال وطابعة شنو؟ أكثرها تراثي ولا أكثرها تراثي؟ لأنه أنا لقيت نفسي فيها يعني، أنا لقيت الناس بيحبوا غناك التراثي أكثر من غناك التراثي. تقدم لي ما الأعمال التراثية دي حقيقة. وكم من الأعمال تقريبا كلها كده عموما؟ والله 35-40 أغنية ما شاء الله. إذا تراث وحديث كلهم يعني. وانت شايفك بتحرص على انه يعني الغنى بتاعك الخاص يعني تنتجه على شكل الفيديو كليب، وحتى التسجيل بيكون في استوديوهات عالية الجودة عشان تقدمه بشكل جميل يعني للناس. التكاليف بتاعت الحاجة دي كيف وانت وقتك داك لسه طالب يعني؟ والله ما تكاليف بتاعت العداد بنشيله بيان وندله زول بيان يعني. بس انت بتعمل حفلات عشان تجي تنتج هناك الخاص وتقدم نفسك يعني؟ هاي الخاص هاي نمشي تخريج لرابطه في ولايه من الولايات السودان، ادوني قروش بسيطه بيجي بجاي بسجل بها يعني كده يعني. كم من الكليبات لسه شفنا عدد من الكليبات في حلقتنا دي في اتكاءاتنا دي، فعندك كم من الكليبات يعني من ال 35 اغنيه دي في كم صورتهم؟ والله صورت كثير كثير من الكليبات، كان بس دي كليب في الايام الجايه اللي هي بتراث اهلي في دار زخاوه ذاتها. انا زي ما انا من نياله صورت في نياله، حسي انا من دار زخاوه وراح اصور في دار زخاوه بدي كليب. خلاص حنقوم نهدي الناس اللي بيسمعوا بيشاهدونا الان برضه في اتكاء واحده من اغنياتك واحنا ماشيين لوقت الخروج من البرنامج يعني. فبتهدينا شنو اذا كان حاجه تراثيه يعني؟ حاجة تراثية بحديكم للجمهور، بحدي حاجة جميلة جدا. داري بوري ترى هوي جنبو ساولدو، ده من كلماتي والحاني أيضا. فالأغنية دي أنا كتبتها لأنه كان حصلت معي موقف وأبناء الزغاوة وقفوا معي وقوف طعم يعني، تقدر تقول يا سلام أخوان الأخوان زي ما أقول. العز أهل يا أخي. أي فأنا قمت كتبت فيما الأغنية دي. نعم. بيري بوري ترى هوي جنبو ساولدو، بيري بوري يعني بيري بوري اللي هم ديل أولاد الزغاوة، الشباب اللي ما بيقيفوا ديل أولاد الزغاوة. يا سلام. نسمع بيري بوري اللي حيدر وطفا ونراجعين في خواتيم هذه الحلقة من اتكاء. Meri buri tarhoi, for salam el korridoi. Meri buri tarhoi.
التفاصيل دي تفاصيل جميلة جدا حيدر. نعم. ونتمنى ان ربنا يوفقك يعني في مشوارك الفني وكل اعمالك ان شاء الله، الفيديو كليبات المصورة وحتى الجديدة اللي ان شاء الله حصورها برضو في دار زغاوة هناك في البلد. احنا جاهزين ان شاء الله في النصر 24 تكون موجودة معنا عبر الشاشة، نهديها لكل الناس اللي بيتابعونا في برنامج اتكاء وغيره من البرامج ان شاء الله. ان شاء الله. انت يعني بتصور البرنامج او الكليب الفيديو كليب براك وبتقيف على المونتاج بتاعه وبتضع له الرؤيه بتخليه خلينا نقول الاخراجيه. يعني ذاتها فكره ما شاء الله يعني فنيه كده، بعيدا عن الغنى بس عندك دور في تقديم هذا الغنى برضه يعني. نعم حقيقه. رؤيتك في انه تصور اعمالك فيديو كليب شنو؟ والله هي جميلة أكثر مما إنه يكون يعني الأعمال يكون مسجلة أوديو صوت. نعم صوت، لأنه الفيديو كليب لما تنزله على اليوتيوب فعلى ذكرة الجمهور إنه أنا عندي قناة بحيدر ودفاء على اليوتيوب، يعني الفيديو كليب يكون محافظ في اليوتيوب على مدى التاريخ أكثر برضو، والناس حتى أكتر. لما تشوف ما زي لما تسمع تشوف وتسمع. نعم. إن شاء الله. نعم. حيدر ودفاء على اليوتيوب دي قناتك، فيها مجموعه كبيره جدا من اعمال الفنان حيدر، ان شاء الله ممكن تتابعوها على اليوتيوب وتستمتعوا بكثير من الاغنيات، والجديد والحصري ان شاء الله بتكون موجوده على هذه القناه ان شاء الله من اعمال حيدر ودفاء. وحيدر احنا خلاص زي ما بيقولوا على الخواتيم. على الخواتيم. بتقول شنو لكل الناس اللي بيشوفوك، لكل الاهل وطالبينك زياره يعني كمان لنجمينا يعني ولكل المدن الجاديه عشان نستمتع بالغنى ده، وزي ما زرت كل مدن السودان وكل ولايات السودان يعني. نقول شنو كل الناس اللي بيشوفوكم. اقول لكم شكرا لكم لكل الجمهور اللي شاهدونا سواء كان من مجمينا او من
السودان عموما في كل ولاياته وفي كل ربوع مجمعنا. شكرا لكم كثير، وإن شاء الله هيكون لقاءنا معكم لقاء جميل في أشتى ولايات مجمعنا في الأيام الجاية إن شاء الله. إن شاء الله في كل المدن الجادية وفي كل المدن السودانية وفي كل العالم إن شاء الله حيدر محمد يعقوب حيدر وصفا حيكون حاضر وحيبدع ويغني بجميل الأغنيات. هو شاب حامل للتراث، مهتم جدا بهذا التراث ومهتم جدا بالتفاصيل الفنية والغنائية وحتى السياحية في بلادنا الحبيبة، ونتمنى أنه إن شاء الله يكون دائما أبدا معنا. أنا سعيد جدا بك حيدر في نصر 24 في برنامج اتكاء، كانت اتكاء جميلة يعني، غنينا واستمتعنا، وإن شاء الله كمان توعدنا بحلقة جاية إن شاء الله بعد ما تعمل مجموعة جديدة من الأغنيات، ونجي ندش معك الألبوم إن شاء الله المصور والغنائي إن شاء الله. ان شاء الله فالالبوم الجاي حيكون تصويره زي ما قلت لكم في دار زغاوة، والالبوم برضو فيه اغنيات كثيره اليوم جمعنا يعني دولتنا الشقيقه الحبيبه، يعني ما بنقدر ننسى جيراننا طبعا. بالتاكيد بالتاكيد هاي، فانا اغني لهم مهما يكون يعني زي ما غنينا للسودان، فانا اغني اليوم جمعنا وتشات هي دوله شقيقه للسودان. لي مجمل التحيات، وليك كمان حيدر محمد يعقوب كان ضيفا عزيزا علينا في برنامج اتكاء عبر شاشة قناة النصر 24، وبالتأكيد أبدع وأمتع كيفما شاء وكيفما اشتهينا في هذه المساحة الغنائية الخالصة وهذا المتكأ الطبيعي. تقبلوا تحيات الفريق العامل من قناة النصر 24 وتحياتي دائما وأبدا معكم، إلى اللقاء. كل خبر لبغي تمبو منا كويل يولو سال بغي اي بردات لكويل بيولو خبر لبغي تمبو منا كويل يولو سال بغي bamu kolo ingu koror ge gero jambu kolo sura khadar ge gero adam kolo mar gelo tar ge gero geliso ko ani ani re ge gero bardat le kuile belo khabar labugi tambo mina kuile belo salab لقيل الكيلة بكل خبر لبقي ديول الكيلة.